شبكة شام الإخبارية. أبو مجاهد، كيف تبدو الأوضاع في حلب في ظل الأنباء التي تتحدث عن إلقاء براميل متفجرة من الطيران الحربي التابع للنظام السوري، وحتى الآن أكثر من 40 شخصا قتلوا في 24 ساعة؟ نعم، 200 شهيد حصيلة الثلاثة الأيام الأخيرة نتيجة القصف بالطيران الحربي والمروحي وإلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء الخارجة عن سيطرة قوات النظام والتي تقع تحت سيطرة الجيش الحر. اليوم كان حصيلة الشهداء نتيجة القصف من قبل قوات النظام عبر البراميل الموت التي تتساقط على مدينة حلب على مرأى العالم 45 شهيدا اليوم. ناهيك عن أعداد الكبيرة من الجرحى من المدنيين، والمشافي تكتظ بأعداد الجرحى، المشافي الميدانية تكتظ بالجرحى، و هنالك نداءات من تلك المشافي بالتبرع بالدماء وتوفير المواد الأولية من أجل إسعاف الجرحى في المشافي الميدانية. ففي ساعات الصباح الأولى اليوم بدأ مسلسل هذا القصف اليومي، حيث رزحت نحو 13 منطقة متوزعة بين المدينة والريف تحت نيران القصف. نال النصيب الأكبر منها كان في حي الشعار، حيث استشهد حوالي ما يقارب 17 شخصا مدنيا، بينهم عدد من الطلاب اثناء توجههم الى معهد تدريسي. واظهر تسجيل مصور اثناء الدمار الذي لحق بعشرات المنازل اعقبه نشوب حريق في محلين تجاريين جراء القصف الجوي على المنطقه. ايضا طال القصف كل من حي المعادي ببر